بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. تمر في هذه الأيام فعالية فورمولا 1 التي يقيمها العصابة الخليفية في البحرين، وذلك من أجل تلميع الوجه القبيح الذي تلوث وتلطخ بدماء شهدائنا. وقد ارتكبت هذه العائلة الخليفية وهذه العصابة المجرمة أبشع الجرائم تجاه أبناء شعب البحرين، وآخرها ما حصل في سجن جو المركزي، هذه الجريمة البشعة تجاه أحبتنا المعتقلين في سجن جو. تحاول السلطة الخليفية وهذه العصابة المجرمة أن تغطي على جرائمها في البحرين، وتحاول أن تظهر وكأن الوضع في البحرين وضع طبيعي جدا، لا يوجد فيه أي اضطرابات. نحن من خلال احتجاجاتنا في هذه الذكرى، ومن خلال رفع صوتنا في هذه الذكرى ونزولنا للشارع ومشاركتنا الفعالة في الفعاليات التي تواجه هذه الفعالية، هي من أجل إيصال مظلومية شعب البحرين للعالم كله. هم يريدون أن يحولوا هذه الفعالية إلى تلميع لصورتهم، ولكن بإمكاننا أن نحول هذه الفرصة إلى مناسبة لفضح جرائمهم ولإيصال مظلومية شعب البحرين إلى جميع العالم. أدعوكم وأدعو جميع أبناء شعب البحرين للمشاركة الفاعلة في جميع فعاليات فورمولا 1 الاحتجاجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.